بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم معكم الاستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربيه الخاصه للصف الخامس ابتدائي ماده الرياضيات احبائي الطلاب والطالبات قبل ان نبدا في هذا الدرس يجب علينا ازاله جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس الرقم أربعة وعشرون إذا عنوان هذا الدرس الرقم أربعة وعشرون إذا أحبائي الطلاب والطالبات سوف نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا نميز شكل العدد أربعة وعشرون ثانيا نشير الى العدد اربعه وعشرون ثالثا تمثيل العدد اربعه وعشرون رابعا كتابه العدد اربعه وعشرون اذا هيا نقوم بكتابه الاعداد التاليه لدينا هنا هذه الاعداد سوف نقوم بكتابه هذه الاعداد اذا لدينا هنا الرقم عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثه وعشرون اربعه وعشرون احسنتم يا احبائي الطلاب والطالبات اذا لدينا هنا الرقم عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثه وعشرون أربعة وعشرون أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذا وهنا صل الأعداد في العمود الأول بما يناسبه في العمود الثاني إذا لدينا هذه الأعداد في العمود الأول وهنا العمود الثاني سوف نصل الأعداد واحد وعشرون وهنا أيضا واحد وعشرون اثنان وعشرون، وهنا أيضاً اثنان وعشرون، ثلاثة وعشرون، وهنا أيضاً الرقم ثلاثة وعشرون، وهنا أيضاً أربعة وعشرون، أربعة وعشرون، أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات. اذا احبائي الطلاب والطالبات سوف نقوم بكتابه العدد 24 بتتبع النقاط التاليه هيا نقوم بكتابه العدد 24 اذا سوف نقوم بكتابه العدد 24 24 هيا نقوم بكتابه العدد 24 أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذا هيا نقوم بتلوين العدد أربعة وعشرون إذا سوف نقوم بتلوين العدد أربعة وعشرون إذن سوف نقوم بتلوين العدد أربعة وعشرون هيا نلون هذا الرقم أربعة وعشرون أربعة وعشرون أربعة وعشرون أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذا أحبائي الطلاب والطالبات سوف نقوم بكتابة الأعداد من الرقم واحد إلى الرقم أربعة وعشرون هيا نقوم بكتابة الأعداد من واحد إلى أربعة وعشرون بشكل متسلسل إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، احدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذا كم عدد هذه النجوم اذا سوف نقوم بعد هذه النجوم هيا نعد هذه النجوم واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون إذن عدد هذه النجوم أربعة وعشرون أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن احبائي الطلاب والطالبات لدينا هذه الاشكال سوف نقوم بعد هذه الاشكال اذن سوف نقوم بعد هذه الاشكال واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احدى عشر اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون، واحد وعشرون، اثنان وعشرون، ثلاثة وعشرون، أربعة وعشرون، أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات، إذًا سوف نمثل العدد بالاشكال، لدينا هذه الصناديق سوف نقوم بتمثيل العدد بالاشكال، اذا هذا العمود من الصناديق يمثل الرقم 10. هنا 10 صناديق، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. اذا هذا العمود يمثل الرقم 10 وهنا ايضا الرقم 10. عشرة عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون إذا مجموع هذه الصناديق يمثل الرقم أربعة وعشرون أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذا كم المبلغ الموجود بالخزانة لدينا هنا عشره ريالات عشره ريالات اذا عشره عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثه وعشرون اربعه وعشرون هنا الرقم اربعه وعشرون وهنا في هذا النشاط ساعد علي باستخراج العدد اربعه وعشرون إذن هيا نساعد علي بإستخراج العدد أربعة وعشرون إذا أربعة وعشرون أربعة وعشرون أربعة وعشرون أربعة وعشرون أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن في هذا النشاط الأول من الكتاب صفحة تسعون هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة تسعون في النشاط الأول اختر العدد المناسب لفتح الباب هيا نختار العدد المناسب لفتح الباب أربعة وعشرون وهنا أيضا أربعة وعشرون وهنا في النشاط الثاني أعطي البائع البطاقة المطلوبة للحصول على الطعام إذا البطاقة لدى البائع هي الرقم أربعة وعشرون ولدينا ثلاث بطاقات إذا البطاقة المناسبة هي أربعة وعشرون وهنا أرسم دائرة حول العدد الذي يطابق رقم الباص إذا أربعة وعشرون الرقم في الباص أربعة وعشرون والعدد المناسب هنا أربعة وعشرون أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذا وهنا في النشاط الرابع لون العدد الذي يمثل عدد علب البطاطس هنا, هنا لدينا هذه العلب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون، واحد وعشرون، اثنان وعشرون، ثلاثة وعشرون، أربعة وعشرون، إذًا العدد الصحيح هنا هو أربعة وعشرون علبة إذا وهنا في هذا النشاط سوف نكتب العدد أربعة وعشرون هيا نقوم بكتابة العدد أربعة وعشرون أربعة وعشرون أربعة وعشرون أربعة وعشرون أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن احبائي الطلاب والطالبات اشكركم على حسن الاستماع كان معكم الاستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف والى درس اخر